مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الحدث الإخباري في حلقة جديدة لهذا اليوم. ضيفي في الاستوديو هو مدير مركز الشرق الجديد الأستاذ غالب قنديل. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شكرا. يعني طبعا ملفات عديدة سنحاول بحثها وتحليلها معك على طاولة البحث. أبدأ من أنان وزيارته إلى دمشق بالأمس. المهمة صعبة ولكنني متفائل كما قال، وهو قال للرئيس بشار الأسد: لا يمكنك تغيير اتجاه الريح، لذا غير اتجاه الشراع، أو بمعنى آخر لا يمكنك الإبحار في العاصفة. من نقل هذا الكلام؟ بحسب صحيفة النهار اليوم. لأنه على معلوماتي يعني لم يحضر أحد من النهار اللقاء. خليني كفي سؤالي. بظل التراجع الأمريكي الواضح يعني منذ فترة، التخبط الأمريكي، ألم يتغير اتجاه الريح أصلا باتجاه سوريا أستاذ غالب؟ ولماذا الدعوة إلى اتجاه تغيير الشراع طالما أن العاصفة بدأت بالانحسار؟ أولا أعتقد أن هذا التسريب كاذب، وإن كان أنان قد قال ذلك فعلا للرئيس الأسد، فالريح هي ريح الأسد. هو استعان بهذا المثل الإفريقي كما جاءت بالمعلومات. نعم، الريح هي ريح الأسد. نعم، وهي ريح الشرق، وهي ريح الشعب السوري وخيار المقاومة، وليست أبدا ريح التدخلات الاستعمارية والغزوات والحرب الكونية التي استهدفت سوريا. نعم. كيف تبدل المناخ الأمريكي؟ ولماذا تبدل؟ لا نحكي بالوقائع. بدأوا الأمريكان حملتهم تحت عنوان تنحي الرئيس. نعم. وتوهموا أنهم قادرون على إسقاط سوريا، وحكوا عن إسقاط النظام. طلعت مجموعة تصريحات أمريكية دفعة واحدة خلال الأسبوع الماضي. جيمس كلابر رئيس جهاز الأمن الوطني، ليون بانيتا وزير الدفاع، جنرال ديمبسي رئيس الأركان، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، ثم خرج أوباما ليقولوا للرأي العام الأمريكي وللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة إن الجيش السوري قوي، الدولة السورية متماسكة. أوعزوا للصحافة الأمريكية بكتابة تحقيقات عن الاستفتاء الشعبي الذي حصل على الدستور والاستدلال على مدى شعبية وزعامة الرئيس بشار الأسد في بلاده، ليخرجوا إلى استنتاج لخصه أوباما بالقول إن الحرب على سوريا غير واردة، والتدخل في سوريا لا يفيد، والرهان على تسليح المعارضة غير عملي، وبالتالي نحن نفضل الحل السياسي. ولكن أيضا بهذا الإطار أستاذ غالب، قال البيت الأبيض بأنه المسألة لم تعد مسألة تنحي الرئيس، بل متى يتنحى هذا الرئيس. متى قال ذلك؟ وعلى لسان بالفعل بنفس الفترة اللي كنا عم نسمع فيها مواقف فيها تراجع. أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه اللغة. نعم. وهذه اللغة على حالة التوتر. نعم. وحاولوا أن يعطوا معنويات للعصابات المندحرة على الأرض السورية. ما الذي بدل الريح؟ الذي بدل الريح صمود الشعب السوري والتفافه حول القائد المقاوم بشار الأسد، ثبات الجيش العربي السوري الذي يعترف الأمريكيون بأنهم لم يستطيعوا أن يحققوا اختراقات جدية في صفوفه، وبأنه لم تحصل تمردات يعتد بها في صفوف هذا الجيش. وهم أنفسهم، قالت التقارير الأمريكية أن عدد العسكريين فيما يدعى بالجيش الحر لا يتخطى 3% أو 4% من عديد هذا الجيش، ورفضوا المبالغة في الأرقام التي عممتها المعارضات السورية. الدولة الوطنية السورية لم يجد الأمريكيون ولا كل المخابرات الغربية وإسرائيل وأموال الخليج حاجبا في سفارة سورية في كل أنحاء العالم يعلن تمرده على الدولة الوطنية السورية، رغم سنة من الضغوط والحملات الإعلامية والإغراءات. إذن الحصيلة هي أن سوريا صمدت. بنفس الوقت كان في الانتخابات الإيرانية والانتخابات الروسية. نعم. ماذا ثبتت هاتين الانتخابات؟ ثبتت الصمود والتماسك أيضا في إيران. نعم. في مواجهة الضغوط الاستعمارية، وجاهزية إيران الشريك استراتيجي لسوريا للتصدي لأي اعتداء على أي من أطراف منظومة المقاومة، سواء كانت إيران أم سوريا أم المقاومة اللبنانية. وروسيا جددت قيادتها مع فلاديمير بوتين، الذي قال في خطابه بشكل واضح إن الموقف الروسي من سوريا لن يتبدل، وهذا الموقف مبني على المبادئ وليس مبنيا على علاقة شخصية بالرئيس بشار الأسد رغم متانتها، ولا هو مبني على حسابات تتصل بتسهيلات في قاعدة طرطوس البحرية أو غير ذلك. هذا ما قاله فلاديمير بوتين، الذي وضع الموقف من سوريا
في خانة مبدأ عام قال أنه سيحكم السياسة الخارجية الروسية. نعم. هذا المبدأ يقوم على أساس دعم كل مقاومة تبديها شعوب العالم في مواجهة الهيمنة الاستعمارية الغربية، ونقطة على السطر. إذن المعركة معركة تحرر من الهيمنة، وهذه حقيقة علاقة سوريا والرئيس الأسد بكل من الصين وروسيا وإيران. نعم. هذا حلف عالمي يريد أن يصفي الهيمنة الأحادية الأمريكية التي أنشئت وتصاعدت منذ سقوط جدار برلين. اليوم بدأ كسر اليوم. هذه الأحادية القطبية وبدأت يعني تتثبت خريطة سيدة. التحالفات الجديدة. نعم. في المنطقة استصغارية. انتهت الأحادية القطبية. تجزم بأنها انتهت؟ نعم انتهت. على الرغم من أن الأزمة السورية لم تنتهي حتى الساعة. يعني. الأزمة السورية في طريق النهاية. ولنا حديث آخر في ذلك. هنحكي بالتفاصيل. نعم. انتهت الأحادية القطبية عندما استعمل الفيتو الروسي الصيني مرتين في مشاريع قرارات كانت تستهدف إجازة العدوان على سوريا، وهو سيستخدم مرة أخرى كسلالم للنزول كما تقول في مقالتك في افتتاحيتك. أنا أعتقد أن الأمريكيين يريدون من روسيا والصين أن ينصبا لهم السلالم للنزول عن شجرة التصعيد. طيب. لأن مغامرتهم في سوريا هزمت، ميؤوس منها، الضغوط لن تسحب، ستستمر، لأننا ندخل إلى حرب باردة جديدة. وبالتالي خريطة التحالفات في هذه الحرب الباردة الجديدة تجعل من سوريا رأس الحربة، سوريا بشار الأسد، سوريا المقاومة، سوريا الشعب والدولة والجيش، رأس الحربة في المحور العالمي للتحرر من الهيمنة الأحادية. الأمريكي يوشك أن يعترف بذلك. ماذا قال ساركوزي؟ نعم. على قناة فرانس دو؟ يبدو أنني سأحاول لاستقبال الرئيس مجددا. طبعا لكن السؤال المطروح، هل سيكون هو الرئيس الفرنسي في ظل المعطيات الجايه؟ تماما. طيب. وهل الرئيس الأسد سيطلب لقاء مع هذا الرئيس المعتدي إلا إذا كان قد أزعن لهزيمته واعترف بالخطيئة التي ارتكبها بحق سوريا؟ اليوم بماذا يمكن تسمية المرحلة الحالية القائمة في سوريا؟ هل دخلنا مرحلة التسوية السياسية؟ ماذا عن العناصر، عناصر النضوج لهذه التسوية؟ وكيف يمكن قراءة تصلب موقف المعارضة السورية في ظل الرفض وفي ظل ما استشعره أنان بالأمس من خلال لقائه مع هذه المعارضة؟ يا سيدتي، أولا أنا لا أحب استعمال تعبير التسوية السياسية بشأن الوضع السوري لأنه تعبير غير علمي. طيب شو فينا نسميها؟ التسوية السياسية. نعم. تتم بين طرفين. واقع الحال أن في سوريا دعوة مستمرة للحوار الوطني بدرت إليها القيادة السورية، هناك دستور جديد صدر وبات نافذا، وإعداد الانتخابات التشريعية على أساس هذا الدستور، وقائد سوريا برهنت التجربة على أنه زعيم شعبي مفوض من جماهير سوريا العريضة وليس مجرد رئيس دولة أو رئيس نظام كما يوصف في الأدبيات الغربية. واقع الحال أن ما يجري في سوريا اليوم هو إعداد للحوار الوطني. سوريا تنفتح على المبادرات ولكن بثوابتها. يعني جاء كوفي أنان تحدث عن حوار مع جميع الأطراف، أبلغه الرئيس الأسد كما تناقلت وسائل الإعلام عن رؤية سوريا وشعبها لإطار الحوار. الحوار هو مع القوى المعارضة التي ترفض التدخل الأجنبي ولم تتورط في التمهيد لهذا التدخل. تحديدا المعارضة الداخلية السورية. لا، وقد يكون هناك في الخارج من لم يتورط في أفعال سياسية أو ميدانية على أجندة الغرب الاستعماري، فهو بالضرورة يمكن أن يكون مقبولا في الحوار. حتى ولو كان هناك طلب روسي بالتحديد إجراء حوار بين معارضة الخارج والنظام على الأرض الروسية. أولا، روسيا تبني رزنامتها على الأجندة السورية ولا تملي أجندتها على الشريك السوري. لنفترض أن مجلس اسطنبول أعلن خروجه من الخيار العسكري، طرد العناصر المرتبطة بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية من صفوف المجلس، وعندها سيطردون رئيس المجلس برهان غليون. نعم. وبسمة قضناني مساعدته المخبرة عند الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية معا، يعني هي مبتكرة وعبقرية يبدو، في هناك تنافس مخابراتي على تشغيلها. نعم. وغيرهم وغيرهم، أن يقطع علاقته بفريد الغادري
ومجموع النفايات الصهيونية التي تستعمل في واجهات المعارضة، أن يخرج الإخوان المسلمون ويمارسوا نقدا ذاتيا على تورطهم في الأفعال الدموية على الأرض السورية. يعني كل عم تقول مستحيل. كيف يمكن أن يكون هذا التجمع الذي يشارك فيه عدنان العرعور شيخ التكفير الذي يدعو إلى القتل والإبادة على التلفزيون، هذا الوجه الكريه للمؤسسة الوهابية التكفيرية التي تصرف عليه الأموال وتقيم له قناة فضائية وتجمع حوله المرتزقة بالمال السعودي لتخريب سوريا ولقتل السوريين ولإثارة الفتنة في سوريا؟ هؤلاء ليسوا قوى وطنية لديها اعتراضات. وبأي حال الهستيريا التي هم فيها سأقول لك ما سببها. ما سببها؟ هم يعلمون أن المساومة على جلودهم بدأت، أن الأمريكي سيلقي بهم في سلة المهملات إذا تيسرت له صفقة مرضية مع روسيا وأخذ ما يريد كترضية لحفظ ماء وجهه في الموضوع السوري. هم مجرد أداة استعملها الغرب الاستعماري وسيلقيها بعد انتهاء صلاحيتها. اليوم فينا نقول أنه هناك بحث عن طريق ثالث، هناك تقارب في العقل الأمني الروسي من العقل الأمني الأمريكي على خلفية انتشار رقعة القاعدة في سوريا أستاذ غالب، ومن هنا كانت هذه يعني الحاجة. كلينتون سألت، كلينتون قالت القاعدة على خلفية هذه التصريحات كيف يمكن فهم؟ أنا برأيي حتى إثارة موضوع القاعدة هو كان يعني تكبيره، كان الهدف منه المساعدة في إيجاد طريق للخروج. هذه العتبة الأولى بالسلم اللي نصبوا لهم إياه الروس. نعم. سلموهم وثائق ومعطيات من اللي حصلوا عليها من الدولة الوطنية السورية، وهناك وثائق ومعطيات أخرى عن اعترضت عليها المملكة العربية السعودية عن التورط الأمريكي والغربي الفرنسي. كيف رد عنيف من الخارجية السعودية في هذا الإطار؟ يعني الخارجية السعودية تحل مشاكلها بالأول، قاعدة بدها تصدر الديمقراطية، أو لروبرت فيسك يعني الصحفي البريطاني الشهير. نعم. إذا كانت مشيخات الخليج مقتنعة إلى هذا الحد بالديمقراطية فلتعطيها لشعوبها بدلا من نصح السوريين باعتمادها. يعني هاي أنظمة استبدادية متعفنة تنتمي إلى العصر الحجري، حرام تتقارن بدولة حديثة مثل الدولة السورية اللي عندها برلمان وعندها انتخابات وعندها دستور وعندها قوانين وأنظمة. هذه دويلات محمية من المستعمر وهي بدون دساتير. ليه بقي الربيع العربي بعيدا عن الأنظمة الملكية؟ لأنها هي التي تقود ما يدعى بالربيع العربي بواسطة الإخوان المسلمين، وهي تلتف على الغضب الشعبي لإعادة تجديد الهيمنة الاستعمارية. يعني هذه الأنظمة هي كانت سبب الشرارة الأولى التي أطلقت هي في تونس بتدبير أمريكي في إحراق البوعزيزي نفسه. لا، على الإطلاق حصلت الانتفاضات الشعبية بمقدمات معروفة في أنظمة متفسخة فاسدة عميلة للاستعمار، تمارس نوع من الاضطهاد الاقتصادي الاجتماعي الخطير على الجماهير العربية. انتفضت الناس، من الذي ركب الموجة؟ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. انظري ماذا يجري في مصر، غزة مخنوقة بالعتمة، يقصفها الإسرائيلي، والغاز المصري يغذي محطات التوليد الإسرائيلية، وبالمقابل الحصار من الجهة المصرية مضروب على قطاع غزة، ممنوع أن يمر الدواء والغذاء إلى الناس الذين يقصفهم الإسرائيلي. أي مهزلة هذه؟ يعني لم يجري أي تغيير برأيك؟ أبدا، قادة الإخوان جاءوا إلى السلطة ليجددوا الهيمنة الاستعمارية. والدليل بسيط، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس. نعم. ذهب إلى معهد واشنطن الذي يملكه لوبي الإيباك الصهيوني في الولايات المتحدة. ماذا قال هناك في مداخلته؟ وعندي النص الذي عممه روبرت ساتلوف. جاء الغنوشي إلى تونس فكذب، نفى أن يكون قد تعهد بتمرير العلاقات التطبيعية وبرفض إصدار أي نص قانوني في تونس يدين التطبيع مع العدو الإسرائيلي. اليوم هناك صفقة بين الإخوان المسلمين وبين أمريكا أستاذ غالب، وبالتالي نعم يعني وصولا إلى أين؟ يعني أين تكمن اليوم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في وصول هؤلاء إلى حماية إسرائيل؟ هؤلاء انتهازيون يريدون السلطة بأي ثمن، هم تربوا في حضن المخابرات الغربية، وأنا أتحدث هنا عن قادة تنظيم الإخوان ولا أتحدث عن جمهور الإخوان أو عناصر هذه التنظيمات. نحن نعلم أن هناك في بنية الإخوان المسلمين في كل الدول
ناس مناضلون حسنون نية يريدون الخير لبلادهم ولا يقبلون أصلا بمنطق التنكر لمبدأ مقاومة العدو الإسرائيلي وتحرير فلسطين. تلك هي الثقافة الإسلامية العامة الطبيعية. ولكن قادة تنظيم الإخوان تربوا في حضن المخابرات الغربية وفي حضن أنظمة الخليج، أكلوا نفطا حتى فاض من عيونهم، ولذلك هم مرتبطون بالمخطط الأجنبي لحماية إسرائيل. والدليل بسيط، تخلت الولايات المتحدة عن حسني مبارك، نعم، وجرت تنحيته تحت ضغط الثورة الشعبية التي فاجأت الأمريكيين، ولكن بالمقابل ماذا طلبت الولايات المتحدة؟ الثابت الوحيد الذي طلبته هو حراسة اتفاق كامب ديفيد. خرج من قلب القاهرة وبعد لقاءات مع قادة الإخوان، ويليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ومساعدها الآخر جيفري فيلتمان، نعم، ليعلنا أن صفقة تمت بين الولايات المتحدة وبين قادة الإخوان محورها حماية اتفاقية كامب ديفيد والتزاماتها. وهذا ما نجده اليوم تحت العدوان الذي يقتل ويبيد المقاومين في قطاع غزة ويصيب الناس الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ. لم يرف جفن زعماء الإخوان المسلمين في مصر حول اتفاقية كامب ديفيد والالتزامات الأمنية والاقتصادية المترتبة بهذا الإطار عليها. بقيت حماس بعيدة أيضا أستاذ غالب. أنا أعتقد أن قيادة حماس ترتكب خطيئة جسيمة في موقفها. أنا تابعت ماذا اليوم عن طبيعة العلاقة بين سوريا وبين حماس بالتحديد؟ يا ستي، سوريا الرئيس بشار الأسد لا يطلب مؤازرة أحد، والقيادة السورية راعت ظروف حماس الخاصة خلال الفترة الماضية. أنا كنت ممن أثاروا موضوع صمت حماس وكتبت، نعم، لماذا هذا الصمت؟ نشرت مقالا تحت عنوان هل يخرج أبو الوليد عن صمته في فترة مبكرة، نعم، من الأزمة السورية. هم لم يخرجوا عن صمتهم، كانوا يبررون بأنهم لا يريدون أن يصطدموا بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأن لديهم ظروفا خاصة. من المحقين بهذه النقطة أستاذ غالب؟ أنا أعتقد أنهم غير محقين، لأنه من يفصل بين استهداف سوريا وبين مشروع الهيمنة الإسرائيلية واستهداف المقاومة الفلسطينية غبي ولا يفقه شيئا من ألف يعني السياسة. نستطيع القول اليوم بأن حماس تصرفت بغباء، نعم، بموضوع الأزمة السورية. نعم، بكل أسف. هذا الغباء إلى أين سيوصل بكل حماس؟ بكل أسف أستخدم هذا التعبير آسفا، ولي بينهم أصدقاء وقد عاتبوني وجرت نقاشات بيننا حول الموضوع، وكانوا يغمزون ويقولون أن بينهم وبين القيادة السورية تفاهما وترتيبا معينا، ولكن الحقيقة أن سوريا تصرفت بغير هذه الطريقة عندما قامت حركة حماس بتصفية مرتكزات أمن فتح داخل القطاع، نعم، لأن مرتكزات أمن فتح داخل القطاع التي كان يقودها محمد دحلان كانت هي الذراع الذي استخدمته المخابرات الأمريكية والإسرائيلية للنيل من المقاومة في قطاع غزة. عندما صفت قيادة حماس الأداة التي استعملت للانقلاب الأمريكي الإسرائيلي لم نعاتبها، لم نقل لهم أنتم تسفكون الدماء، لأن ذلك القتال كان مشروعا، هو قتال دفاعا عن خيار المقاومة. والقتال الذي تخوضه الدولة السورية ضد العصابات الإرهابية الممولة من الخليج والمرتبطة بالمخابرات الأمريكية والتركية والفرنسية والبريطانية والألمانية هو قتال دفاعا عن خيار المقاومة. كان واجب حماس بذات القياس أن تتخذ الموقف الذي اتخذته القيادة السورية دعما لها في التصدي لانقلاب دايتون دحلان في قطاع غزة. وعندما قامت حركة حماس بتصفية الجماعة المرتبطة بالقاعدة التي نشأت في غزة ودكت المسجد الذي أقامت فيه عن بكرة أبيه لأنها استشعرت بذلك خطرا على خيار المقاومة وعلى أمن القطاع، لم تقل لها سوريا أن ذلك خطأ وأن ذلك مس بالحريات، ولم تدعوها للحوار مع القاعديين ولا مع الدحلانيين. طيب اليوم هل تكمن مصلحة سوريا في أن ينتقل خالد مشعل إلى جغرافيا بعيدة عن ساحة المواجهة مع سوريا إسرائيل؟ وماذا عن إمكانية نزج أي خيوط للعودة، عودة هذه العلاقة؟ أنا أقول لك ببساطة، نعم، سوريا عندما جاء كولين باول وكانت قوات الولايات المتحدة قد احتلت العراق، نعم، شيراك ركع أمام إدارة بوش
روسيا والصين كانتا مترددتين واختارتا شيئا من الانكفاء في مواجهة الغطرسة الأمريكية. وحده الرئيس بشار الأسد يومها تحدى كولين باول وقال له أنه لن يسلم رقبة حركة حماس أو الجهاد أو المقاومة في لبنان للأمريكي والإسرائيلي. وكانت التوازنات كلها في نظر جميع الدوائر في العالم توازنات ميؤوس منها. ثبت بشار الأسد وقاوم وتصدى وحمل المقاومين في الحضن السوري يومها، ويعرف قادة حماس ذلك. وصولا إلى اليوم الذي لم تعد فيه حركة حماس في حضن الرئيس بشار الأسد. لا بأس، لا بأس، لن تجد لها حضنا آخر في القاهرة. على كل الإغراءات اللي عم تتعرض. نعم نعم، في الدوحة مخابرات إسرائيلية تحصي عليهم الأنفاس، وفي القاهرة اتفاقات كامب ديفيد التي تمنعهم من أي حرية حركة بمضمون المقاومة، وهم يعلمون أنه لا قواعد لهم في هذه المنطقة إلا طهران ودمشق. دولتا المقاومة والتحرير والالتزام بفلسطين هما اللتان تبسطان حضنا لكل مقاوم. اليوم في إمكانية لوصل منقطع أستاذ غالب؟ إذا راجعوا مواقفهم، وأقول لك بكل صراحة سوريا والرئيس بشار الأسد يتصرفون، الشعب السوري والقيادة السورية يتصرفون على قاعدة أنهم أهل المقاومة وحضنها. ولطالما ترفع الرئيس الأسد عن الكثير من التفاصيل، ولكن أنا أدعو قيادة حماس لمراجعة موقفها، خصوصا وأن الأوهام التي بذرها لهم أردوغان وحمد بن جاسم والمملكة السعودية من أنهم سينالون اعترافا أمريكيا، ينطبق عليها مثل دارج مستعمله بيقولوا زرع له البحر كوسة. البحر لا يزرع بالكوسة ولا ينبت كوسة. الأمريكي أشد التصاقا بالكيان الصهيوني، هناك اندماج استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والغارات الجارية اليوم في غزة والتلويح حتى لو لم يتم التواصل إلى اتفاق موحد بين نعم. هأحكي أكثر عنه نعم. لكن خلينا أرجع. هم يريدون الاتفاق لترويض حماس يعني. ولذلك تلاحظين أن المقاومة المسلحة الشعبية لم تكن ركيزة في اتفاق الوحدة. هم يستعملون يوتوبيا الوحدة، الابتزاز بمنطق الوحدة من أجل ترويض حركة حماس وإدماجها في مشروع تصفية القضية. وأنا أعتقد أن في قاعدة حماس، برأيك وقعت في فخ هذا الأمر حماس بمطرح معين؟ هي واقعة في فخ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في موقفها من سوريا. تصفية سوريا هي المدخل لهيمنة إسرائيل. لكن هي قادرة أن تطلع من هذا التنظيم العالمي أستاذ غالب؟ معلوم أن هذا هو الاتجاه. المسألة مسألة إرادة. لم يكن التنظيم العالمي بادئ الأمر يساند لجوء حماس إلى النضال المسلح، ولكنه قبل بذلك لأن تركيبته انتهازية وأراد حصاد الثمار من فرع فلسطين الذي انتقل إلى المقاومة المسلحة. ولم يكن التنظيم العالمي مرتاحا للعلاقة بين حماس وإيران، واتهموا كثيرا من كوادر حماس بالتشيع. نعم سمعنا. علما أنهم أبناؤهم الشرعيون، يعني هم لم يبدلوا شيئا في معتقداتهم. الجمهورية الإسلامية تدعم خيار المقاومة، لا تسأل عن الطائفة والدين. ونحن نعلم في لبنان أن الجمهورية الإسلامية دعمت تنظيمات سنية ومسيحية ودرزية على قاعدة خيار المقاومة والقتال ضد إسرائيل. أنا أعتقد أن حركة حماس ستصل إلى لحظة ستكون فيها أمام خيارات فاصلة. سوريا في طريق الانتصار على الحرب الكونية، قد يستغرق بعض الوقت ظهور هذه الحقيقة بقوة، ولكنه مسار بدأ مع مجيء كوفي أنان، مع التخبط الأمريكي والغربي. يوم كوفي أنان بأي صفة أتى إلى سوريا؟ المبعوث الأممي أم مبعوث الجامعة العربية أم بالصفتين معا؟ خصوصا وأنه مصادر الأمم المتحدة أيضا بالأمس في القاهرة قالت بأنه أنان لم يجد حماسة لدى رئيس الأسد لجهة المبادرة العربية. أعلم أنان وهو أصدق من المصادر المدسوسة من القاهرة، لا أمم متحدة في القاهرة. إذا كان هناك مصادر أممية، مصادر خاصة بالأمم المتحدة، هي مصادر غليونية، مصادر حمد بن جاسم، مصادر سعود من الفيصل ومدفوع حقه. أبلغ أنه يستقبل في سوريا بصفته مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة، ونقطة على السطر. جامعة المستعربين
جامعة نبيل اللاعربي، جامعة حمد بن جاسم، سعود الفيصل، والسفلس النفطي في القاهرة لا علاقة لها بالمسار السوري. هذا أمر انتهى. وفينا نقول أنه زيارة وزير الخارجية روسيا سيرجي لافروف بالتزامن اللي كان عم يحصل في زيارة أنان كانت صدفة وما كان أراد، ولماذا لافروف القول اليوم بأنه لافروف نجح بإعادة الأزمة السورية إلى طاولة الجامعة العربية؟ غير صحيح، هذه ديماغوجيا ينشرها المتآمرون على سوريا ليحفظوا ماء وجههم. لا يمكن قراءة الأمر من هذه الزاوية. على الإطلاق. لماذا؟ على الإطلاق لافروف وصل مع وزراء الخارجية لخمس نقاط. نعم. شو هن الخمس نقاط؟ ماذا عن هذه النقاط الخمس؟ النقاط الخمس شو فيها؟ فيها حوار. حوار. نعم. وطني. وقف أعمال العنف من كل الجهات. آلية نزيهة لمراقبة الأوضاع في سوريا. وصول مساعدات الإنسانية. وصول ورفض التدخل الأجنبي. نعم. كيف يكون لافروف قد رضخ لمبادرة المستعربين وهو يرفض التدخل الأجنبي، بينما سعود الفيصل وحمد بن جاسم يصرخان بالمطالبة بتسليح المعارضة وبإرسال قوات إلى سوريا؟ هذا كذب مفضوح. ونبيل العربي الدجال طلع بده يلوي رقبة النص. النقاط الخمسة قالها بعضمة لسانه لافروف، تلاها وهو أصدق منهم. نعم. ولم يتنكروا لها، وبالتالي هذه النقاط الخمسة تطابق الموقف الوطني للقيادة السورية. هذه رؤية سوريا للحل. وبالتالي أنا أعتقد أن جامعة المستعربين أسقط بيدها، هؤلاء فشلوا. أراد لافروف أن يضع لهم درجة في سلم النزول، رفضوها، عربدوا لأنهم مهزومون. ولكن البعض شايف أنه الجامعة العربية قد تراجعت عن بعض المواقف اللي كانت متمسكة بها في الفترة الأخيرة، على اعتبار بأنه هي ليست عربية، لن تكون عربية قبل أن تجلس سوريا متربعة في صدرها. وقبل ذلك هي جامعة المستعربين، قد يكون فيها بعض العرب مضطرين للتواجد بقوة الضرورة الإقليمية والاقتصادية والسياسية التي تعني دولهم، ولكن في حقيقة الأمر طالما يقودها حمد وسعود وكل هذه القرطة التي تتلقى أوامرها من سيرجنت في المخابرات الأمريكية فهي ليست عربية. طب ليه ترأست قطر هي اللجنة الوزارية مكان الكويت اللي كان من المفترض أن تكون هي رئيسة هذا؟ ما بعرف. يعني قطر لما ترأست قطر بدل السلطة الفلسطينية قلنا اشترت الرئاسة. نعم. الكويت مش بحاجة لمصاري. ليه برأيك؟ في أمر أمريكي. على خلفية شو؟ من أجل شو؟ احفظوا ماء وجه هذا الذي تورط بالدماء السورية. بعد في اليوم يعني مكان لحفظ ماء الوجه لمن تورط اليوم استغلال. الأمريكي حريص على عملائه هو والإسرائيلي في كل مكان. يريد أن يحمي مواقعهم الآن. يمكن أن يتخلى عنهم في فترة لاحقة. حنحكي أكثر لأنه أنت كمان كاتب اليوم بمقالك هيك، ولكن على خلفية جامعة المستعربين مثل ما أنت بدك تسميها سيساعد على نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي وحصول الجميع على موافقة من دون فيتو روسي. خلي يفرجينا يعني بمطرح معين نجح هؤلاء المستعربون كيف مثل ما هذا حكي نبيل العربي مش الحكي الروسي بتدويل الأزمة السورية. خليني أقول لك كل هن اللي دولوها. نعم. أصلا كل قرار يعني نجحوا في مكان ما استاذ غالب. لا لم ينجحوا. كل قرار يعرض على مجلس الأمن الدولي حول الوضع السوري ولا يحترم السيادة السورية ولا يندرج في إطار الرؤية السورية الوطنية لحل الأزمة السورية سوف يواجه بالفيتو الروسي والصيني. والصيني؟ نعم. تعول على ثبات الموقف الصيني أشد، خصوصا وانه اليوم في ايضا مخاوف روسيه في هذا الاطار. خلينا نحكي شوي خلينا نحكي عن روسيا والصين بعد الاعلان استاذ غالب، نتابع هذا الحوار. نتابع هذا الحوار مع ضيفي الأستاذ غالب أنديل. كنا عم نحكي عن قبل الهوى عن التفاوض الذي بدأ اليوم. معلوم بأنه كوفي أنان جاء إلى سوريا بغطاء دولي واضح يمتد من موسكو الثابتة على موقفها مرورا بأوروبا المتخبطة بأزمة اقتصادية اليوم. نعم. وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي حضرتك والكل عم بيشوف أنه في تراجع بشكل واضح في مواقفها. السؤال مطروح اليوم، إلى أي مدى واشنطن ستسمح لروسيا بقطف ثمار التسوية فيما لو كان هناك تسوية ممكنة، خصوصا وأنه روسيا اليوم هي أمام فرصة تاريخية أيضا ولن تعمل على تفويتها؟
خلينا نتفاهم بالأول أنه الأمريكان مش بإيدهم يسمحوا أو ما يسمحوا، هم قبلوا بدور روسي محوري. على أي أساس ما فيهم يسمحوا أو يعني حتى الساعة نجحوا؟ استنفذوا كل أدوات الضغط لقلب المعادلة استنفذوها، ولكن يعني أدخلوا سوريا بأتون معين أربكونا يا ستي بواسطة عملائهم. نعم. سواء الواجهة السورية العميلة اللي اسمها مجلس اسطنبول واللي هي أداة رخيصة، أو عملائهم بحكومات الخليج. في معارضة مسلحة أو في مجموعات مسلحة؟ هي مش معارضة مسلحة، خلينا ندرس. طب في مجموعات مسلحة اليوم موجودة على الأرض؟ تكوين هذه المجموعات لا يشرف أحدا. اقري التحقيقات اللي نشرتها الصحافة الأجنبية. نعم. عن قطاع الطرق. مه. عن التكفيريين، عن اللصوص، عن المطلوبين للقانون من الحشاشين ومهربي المخدرات. هذا هو الخليط، وفيهم بعض الفارين بمعدل 3-4% من عددهم عسكريين فارين. هذا خليط من شذاذ الأفاق من القتلة، والدليل هذا بسيط. ينطبق على الجميع استاذ غالب؟ لا، في فئة معينة في سوريا ضد هذا؟ هذا ينطبق على العصابات العميلة الموجودة على الأرض السورية التي تمارس الإرهاب والقتل وتفجر السيارات المفخخة. الملف الذي استلمته أموس مساعدة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. نعم. يضم آلاف المدارس والمستشفيات المدمرة وسيارات الإسعاف والأماكن العامة، أماكن الخدمات العامة التي خربها ودمرها هؤلاء. هؤلاء قوة تخريب وليس قوة إصلاح. لنضع الأمور في نصابة. أولا، اثنين، العصابات اللي بتعمل 3000 عملية خطف موثقة وتطالب بفدية مالية لقاء إطلاق سراح المخطوفين هي تتصرف كقطاع طرق. العصابات التي قتلت أكثر من 2000 ضابط وجندي من الجيش السوري وقوات حفظ النظام هي قوة تخريب وتدمير. بالتالي نحن نتحدث عن هذه الجماعات. طيب شو بتغير بالمعادلة طالما أن هذه الجماعات استطاعت هز كيان هذا النظام اليوم؟ هي هزت الأمن السوري، مست الأمن السوري، ولكن نحن اليوم في مرحلة هجوم معاكس تشنه الدولة السورية نزولا عند إرادة شعبها الذي طالبها في كل مكان. كل ضيعة موضوع الحسم العسكري. نعم. كل ضيعة فاتوا عليها هؤلاء العصابات شو عملوا فيها؟ عزلوا إمام المسجد وعينوا شويخ من التكفيريين في المسجد، صادروا البيوت وسرقوا الموجودات وأطلقوا النار وقتلوا الناس في الطرقات، صادروا المحاصيل واستولوا عليها، خربوا الزرع، مارسوا تسلطا إرهابيا. هذا الأمر دفع الشعب السوري لرفض مطالبة هذه القوى ومطالبة الدولة ببسط سيطرتها، لدرجة أنه من حوالي 5 أيام في مجموعة قرى وبلدات في محافظة إدلب حمل فيها الناس السلاح وشكلوا قوة لطرد المسلحين وطردوهم. حرروا بلداتهم من سيطرة مسلحي هذه العصابات، ثم طلبوا من الدولة أن تدخل بجيشها وأمنها لتحفظ استقرارهم. هذا هو الواقع القائم. الوضع اليوم في سوريا يشبه مرحلة قرف اللبنانيين لمن يذكر. نعم. من سلطة الأمر الواقع التي أقامتها الميليشيات في الحرب الأهلية. لأن تلك السلطة، سلطة الأمر الواقع، غاشمة وغشيمة ومتناحرة. طب هاي النتيجة لوين بتوصل؟ هاي بتوصل لانتصار الدولة السورية. تفسخ هذا المشروع واحتراب أركانه وصراعهم على الأموال. عشو مختلفين جماعة مجلس اسطنبول؟ ليش صار الانشقاق وعمل هيثم المالح مجموعة جديدة مقرة بتونس؟ لأنه اعتمد برهان غليون كخزان للمصاري وآمر صرف للمعارضات السورية. هيثم المالح والمجموعة اللي معه مادة بين هذه المعارضات. نعم. منه خلاف حتى بموضوع تدخل الخارجي استاذ غالب؟ مثل لا هيثم المالح منه ضد التدخل الخارجي. هذه مثل كل مشاكل عصابات المرتزقة. إذا بتتذكري، يعني إذا بتذكري، ما بعرف عمرك، ما عمرك أصغر من أنه تكوني عشت الحرب الأهلية بال 75-76، كانت توقع اشتباكات بسبب الصراعات على الخوة بين زعم الجماعات المسلحة وزعران الأحياء، بذكروها اللبنانيين اللي عاصروا تلك الفترة. وبالتالي يعني هذا الواقع القائم اليوم بالنسبة لتشكيلات ما يسمى بالمعارضة السورية في الخارج والعصابات المسلحة. أما المعارضة الوطنية في الداخل، المبادرة الصينية، مع مين التقت الموفد الصيني؟
مع معارضة الداخل وأجروا حوارات معهم معمقة. بالأمس كان في لقاء أيضا لأنان مع هذه المعارضة. نعم وبالتنسيق مع السورية. على فكرة المعلومات اللي عندي أنه لقاء أنان مع المفتي حسون بوجه له تحية مفتي العروبي والمقاومة بحضور مجموعة من رجال الدين وممثلي الكنائس والمفتين في سوريا كان لقاء مهما لأنه كان في عرض لوقائع تتصل بالتاريخ والجغرافيا وبحقيقة سوريا. وروى المفتي حسون لأنان كما علمت ما تلقاه من تهديدات على يد العصابات المسلحة، تهديدات بالقتل، وقال له حين لم يستطيع النيل مني اغتالوا ولدي الأصغر سارية. وأخبر أنان كيف استقبل بطرس غالي في حلب وطلب إليه أن يتوجها معا إلى المسجد ذات جمعة، وعندما قال له بطرس غالي أنه في مصر لم يطلب أحد منه أن يفعل ذلك، لم يزر مسجدا في حياته، قال له في سوريا يمكن أن تجد رجال دين مسلمين في الكنائس كما أن ترى رجال دين دليل على مدى التعايش والانصهار الحاصل في المساجد. هذه هي حقيقة سوريا وهذا هو تاريخ سوريا. وعلمت أيضا أن كوفي أنان تأثر كثيرا بما عرض له من الوقائع، خصوصا عندما قال له الشيخ حسون أن ولده قتل على يد العصابات لأنهم لا يستطيعوا النيل منه، وأنهم لم ينكفئوا عن محاولة اغتيال هذا الرجل الجليل المثقف الذي لا ينتمي لا إلى المعارضة ولا إلى السلطة، هو ينتمي إلى سوريا. هذا ما قاله لأنان، قال له ستجد غالبية السوريين مع سوريا ليست المسألة. وكان في إصرار من قبل الشيخ حسون على تصوير أنه الانتماء هو لسوريا الوطن كوكب. وقف أنان احتراما لكلام المفتي وقدم له التعزية وشد على يده بغض النظر ماذا سيفعل أنان. طيب. فيما بعد هل سينجح أنان انطلاقا من كل هذا؟ أنا المهمة مؤمن. ما هي مهمته بالأصل؟ هي شو وصل اليوم من قطع بين النظام في سوريا وبين المعارضة؟ نعم. بعد سوريا أكيد هونيك في محاولة مساومة معه على المصاري ومحاولة شري، لأنه جماعة المنافيط ما بيعرفوا إلا هيك أنه كل واحد له سعر. إذن يعني ما في تراجع ولا انكفاء عن ما بدأ؟ لا لا، لازلنا في سباق بين يا ستي مجموعة فريق المراقبين العرب مش هني اللي أخذوا قرار فيه بمجلس الجامعة؟ لما إجا تقرير الفريق الدب اللي كمان يستحق التحية والتنويه لمصداقيته، لما إجا التقرير لمصلحة سوريا وضد الرواية الكاذبة اللي هني عم بيعمموها عبر وسائل الإعلام، تنكروا للمهمة كلها وراحوا على مجلس الأمن وطمسوا للتقرير حتى ما أخذوه معهم ليوزعوه على أعضاء مجلس حضرتك الأمن. حضرتك اليوم عم بتقول أنه في تراجع أمريكي، مش أمريكا عم بتحط الشروط، هناك شروط روسية توضع هي اللي يعني تأخذ بزمام المبادرة، بس بنفس الوقت يعني السؤال مطروح، هيدي الاندفاع عند العرب، ما انت المستعربين وهن عم ينفذوا اجنده. عربدت اليائس الفاشل التافه الذي لم يعد يملك شيئا في تنفيذ مخططات الحقد ضد القياده السوريه. الرئيس بشار الاسد منذ ان دخل القمه العربيه وهو يعبر عن نبض الشارع العربي، وانا اعتقد لن يطول الزمن قبل ان يجد الحكام السعوديه انفسهم مشغولين بمشاكلهم الخاصه. هم أنفقوا مليارات الدولارات وأرسلوا التكفيريين والقتلة والإرهابيين وأرسلوا السلاح عبر لبنان، ورطوا تيار المستقبل. لكن كان في نفي من وزارة الخارجية السعودية وهي رفضت هذا الأمر. هذا دجل، هم يكذبون على مدار الساعة. طب ليه ما في؟ ليس للجاسوس شرف. طب أين هي هذه المستندات والوثائق الرسمية؟ موجود. لماذا؟ موجود. ليه سوريا لم تعمد حتى الساعة إلى نشرها؟ ويعني وضع الأمور في نصابها. كل شيء بوقته حلو. حدا قادر يعرف إذا بسوريا في ضباط بالمرات الفرنسية موقفين أو كان في معلومات تحدثت عن هذا الأمر، ولكن حتى الساعة ما في شيء. أنا رح أقول لك استنتاج تحليلي. نعم. سوريا لن تعلن هذه الأشياء إلا على توقيتها ولن تخرج شيئا إلا على توقيتها وبما يخدم إدارتها للصراع. ولكن هي تقرر توقيت لصالح النظام في سوريا، طالما نعم أنه نعم. نحن بمطرح معين البعض يرى بأن سوريا دخلت في حرب استنزاف. يا ست الدولة الوطنية السورية تمسك بزمام المبادرة، هي واثقة من قوتها لأنه واثقة من موقف شعبها. طب لماذا الحاجة إلى التسوية وجيشها؟ ما في تسوية. من قال لك في تسوية؟ أنا قلت لك أنا ضد مفهوم التسوية. اليوم أنا ماذا يفعل؟
لافروف ماذا جاء يفعل؟ وماذا سيحصل؟ إيه ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ اليوم ما في قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدون فيتو روسي وصيني. إذا كان القرار يمس السيادة السورية ويمس المبادئ الوطنية السورية سيمارس الفيتو عليه. طيب. لأن روسيا والصين يتصرفان كشريكين ليسا وسيطين. ثبات الموقف الصيني على أي أساس؟ خلينا نحكي بروسيا الأول. في مشروع لأنبوب نفط وغاز ينطلق من قطر والسعودية إلى تركيا مرورا بإسرائيل وبالشراكة معها بفلسطين المحتلة. إسرائيل شريك أساسي في هذا الأنبوب. من تركيا سيغذي أوروبا بالنفط والغاز. من هو المستهدف وجوديا بهذا المشروع؟ روسيا التي هي المصدر الأساسي للطاقة إلى أوروبا وهذه سوقها الطبيعية. طالما الرئيس بشار الأسد والدولة الوطنية السورية قائمة فهي لن تسمح بتغطية أي مشروع يمر قبالة سواحلها وإسرائيل شريك فيه. حرب 2006 خيضت كرمال هنا يجب أن نفهم أيضا ثبات الموقف الروسي اليوم. تماما. اثنين، الصين هي قوة عملاقة صاعدة على الصعيد الاقتصادي وهي الإمبراطورية القادمة من العمق الآسيوي. حين يقول الخبراء الأمريكيون أن الثقل الاقتصادي ينتقل من المركز الغربي إلى المركز الشرقي، هم يقصدون الصين ومجموعة الدول الصاعدة، يقصدون إيران ويقصدون روسيا ويقصدون سوريا ويقصدون الهند. وبالتالي الصين ليس لديها موارد طاقة وطنية تغطي احتياجاتها، وهذه المنطقة هي حقل الطاقة. الحضور الصيني في المنطقة عبر إيران وعبر سوريا هو ضمانة حصولها على الطاقة لاقتصادها العملاق الذي يحتاج إلى واردات ضخمة من النفط. يعني اليوم معركة غاز ونفط؟ معركة طاقة، معركة الاقتصاد العالمي. ثبات الدولة الوطنية السورية وصمود الجمهورية الإسلامية في إيران وتقدم التحول الإقليمي بعد الانسحاب الأمريكي من العراق لتكوين منظومة صديقة للصين ولروسيا معناه تأمين المصالح الحيوية استراتيجية لهذين العملاقين. لذلك قال فلاديمير بوتين كما نقل لي أحد الصحفيين العرب في موسكو لفريقه الانتخابي خلال الحملة، قال لهم إذا سقطت سوريا بشار الأسد سنضطر للقتال في شوارع موسكو دفاعا عن مصالحنا. هذا الكلام يعكس حقيقة الأمور، لأن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تقضي بمطاردة الحقل الاستراتيجي الروسي، البيئة الاستراتيجية الروسية بتنظيمات التكفير والإرهاب بعد الانتهاء من معركة سوريا. هزيمتهم في سوريا ستعني ارتدادا استراتيجيا لهذه العصابات ولهذا الخيار الأمريكي، وبالتالي أمريكا اليوم تترنح في الفشل وهي تطلب المخرج من روسيا انطلاقا من الموقع الروسي المستجد. كيف يكون هذا المخرج؟ كيف سيحافظ على ماء وجه الجميع؟ بسهدون أن البعض يقول بأنه ليس هناك من رابح للمعركة السورية بالكامل وليس هناك أيضا من خاسر للمعركة السورية بالكامل. هناك منتصر سيكون هو الشعب السوري وسيكون زعيم سوريا المقاوم العروبي التحرري الرئيس بشار الأسد الذي يسانده هذا الشعب والذي يقود دولته وجيشه في سبيل التطور والتجدد من خلال الدستور الجديد والانتخابات التشريعية القادمة ومن خلال مؤتمر القطري المقبل الذي سينقل حزب البعث إلى مرحلة المنافسة والنهوض بمسؤولياته القيادية في صفوف شعبه وبناء على تأييد هذا الشعب. واقع الحال هذا هو المنتصر. أما إيجاد مخارج الأمريكي فهذا تتكفل به الشراكة بين سوريا وإيران وروسيا والصين. تقول اليوم أستاذ غالب بأنه الانتقال إلى التفاوض عبر كوفي أنان هو إعلان فشل، ولكنه أيضا ينطوي على مزيد من الخبث والتآمر في مضمون ما يحمله أنان من خلال ما يسمى بوقف النار وشمولية الحوار. إذن طريق التفاوض ليس سهلا وهو لن يكون سريعا. ماذا عن الشياطين الكامنة في تفاصيل هذا التفاوض؟ وهل ستتحول سوريا إلى كوريا شمالية جديدة؟ هذه شياطين تملك القيادة السورية التعويذات التي تطردها.
ولذلك ما في صعوبة في بعض التعويذات؟ يعود الأمر للغرب. يعني أنا قلت لك أن كوفي أنان أرسله الأمريكيين لقناعتي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة هم على لائحة الاستخبارات الأمريكية، يتبلغون تعليمات، يعني ليس لهم حق الإشراف. هذا بحسب قراءتك. نعم، ونحن نذكر أن بطرس غالي طرد من الأمانة العامة لأنه عرض تقرير مجزرة قانا عام 96. نعم. بالتالي الذي يحصل اليوم هو أن القيادة السورية تتصرف في موضوع وقف النار من موقع حقها السيادي وواجبها تجاه شعبها، هذا أمر غير مطروح البحث. من غير الوارد أن تترك العصابات المسلحة أي مساحة في الجغرافيا السورية يقيمون عليها كيانا، لأن ذلك سيكون إغراء جديدا بالعدوان الأجنبي من خلال إقامة رأس جسر. نعم. وعلى الولايات المتحدة وفرنسا أن تفيدنا كل واحدة منهما بدورها متى اتخذت قرارا بوقف إطلاق النار مع العصابات الإرهابية داخل أراضيها. يعني اليوم هل صحيح بأنه الكرة في ملعب هؤلاء اليوم، خصوصا وأنه طبعاً التفاوض اليوم اللي عم يقبل فيه اليوم النظام في سوريا قد لا يقبل به خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد السيطرة الكاملة على مناطق التوتر؟ القيادة السورية لألك، القيادة السورية تاريخيا والرئيس بشار الأسد بالذات يتصرف بطول بال وبرودة أعصاب لأنه واثق من دعم شعبه، وهو قد يلتقي بكثير من المفدين والمفاوضين. كما عم تقول في زيارات لاحقة. نعم، قد تتكرر وحنشوف هذا المشهد. ويعرض رأيه هو وجهة نظري، ولكن نعم، ثوابته واضحة. الواضح عنده أن هناك مواصفات للقوى التي يمكن الحوار معها من المعارضة السورية، وأن واجبات الدولة في فرض الاستقرار لا مساومة عليها. من يريد أن يساعد سوريا في العودة إلى الاستقرار عليه أن يجفف موارد المال والسلاح التي تزود العصابات على الأرض. تقول بهذا الإطار أنه سيكون لحكام العرب والخليج حساب آخر، عن أي حساب تتحدث؟ هو حساب سياسي بين سوريا وبين المستعمرين. يعني تصل إلى نقطة لا عودة في العلاقات؟ أنا أقول لك استنتاجي الشخصي التحليلي أن لحظة إعلان النصر السوري ستكون لحظة انقلابات كبرى في المعادلات العربية. أمتى حتكون هذه اللحظة؟ خلال الأشهر القادمة. يعني البعض يعول أنه قد تأخذ هذا المسار وقتا طويلا. لا، والبعض شايف أنه قد يكون في مشهد مشابه لكوريا الشمالية. كوريا الشمالية بإمعنى عزلة سوريا. سوريا ليست معزولة. يعني سوريا تقيم علاقات في أوتوسترادات اقتصادية ومالية مع العراق ومع إيران ومع الصين ومع روسيا ومع لبنان ومع أمريكا اللاتينية ومع الهند. طيب، عندي بعد دقيقة من الوقت استاذ غالي. من يعزل سوريا يعزل نفسه. طيب، هذه الخلاصة التي بلغها جيفري فيلتمان بعد 5 سنين من الحرب على سوريا. بإطار آخر غير بعيد، كيف لقاء جمع نتنياهو وأوباما في الولايات المتحدة الأمريكية؟ خرج من بعده نتنياهو خالي الوفاض. اليوم في تناقض في النظرتين الأمريكية والإسرائيلية تجاه النووي الإيراني، هذين التناقضين إلى أين سيؤديان؟ يا ستي، الثوابت الأساسية التي تحكم هذا المشهد. نعم. أولا، إسرائيل ليست قادرة على الانفراد بقرار الحرب. من وقت حرب تموز صارت إسرائيل بقرار الحرب مستعمرة أمريكية. ستفوت فرصة ذهبية في ظل الأزمة السورية؟ هي ليست فرصة، هي ستكون فرصة لنا للقضاء عليها. لأن إشعال أي حرب ضد إيران أو سوريا أو لبنان تعني دخول منظومة المقاومة في المواجهة وتحويل التهديد إلى فرصة، كما قال السيد حسن نصر الله قائد المقاومة في لبنان. وبالتالي إذا أرادت إسرائيل أن تغامر بوجودها عليها أن تسلك هذا الطريق. اثنين، العربدة الإسرائيلية إلى علاقة بابتزاز مال وسلاح أكثر من الغرب ومن الإدارة الأمريكية. ثلاثة، الإدارة الأمريكية مش كرم أخلاق، هي ضد قرار الحرب، هي عاجزة عن خوض حرب جديدة بعد هزائمها في العراق وأفغانستان. نعم. ولذلك لا رح فيهم يتحدثوا، يعني لا حرب في المدى المنظور. هم عاجزون تماما ونحن ثابتون، وعلينا أن نتصرف وكأن الحرب آتية لنظهر قدرتنا على تحويل التهديد إلى فرصة. هذا ما تفعله إيران، هذا ما تفعله سوريا، هذا ما تفعله المقاومة، ونتمنى أن تصحو حركة حماس وأن تعود إلى موقعها الأصيل في منظومة المقاومة. مدير مركز الشرق الجديد الأستاذ غالب قنديل، شكرا جزيلا لك. شكرا على هذا الحوار. أيضا الشكر للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة. شكرا، في أمان الله.